السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش، في شيء بقلبي لازم أقوله. رسالتي إلى إخواني المدرسين، الحين أنتم متبقين 4 أشهر، راح رمضان، راح شوال، راح ذو القعدة، كذا أنتم أبد ما في فايدة، ما في إلا تسدح نوم. يا ليتهم يطلعون يتنفسون عيالهم يستنسون. ما غير يوم رجي بيا العشاء، يوم رجي بالفطور، وراضي القطاس بالصالة. كلمتين هنا والطق بالمرة. أنا سمعت إنهم كايدين ما يطلعون ولا قرش. يا ريت يودع عيال المطعم، يوديهم الحديقة، ما غير قاعد بالبيت ومقاعد عياله معه. أخي ما تملون من البيت، ما غير جلوس وجلسون عياله معه. لا راحوا لم خوالهم، ما راحوا لم خوالهم، ولا راحوا لم عمانهم، ما غير بلشين بهذا النشب. معليش المدرسين، أجبت أسكت، لكن أنا عندي اقتراح لكم. روح اكنس عماره ولا اكنس الشارع، دور لك حل. سو شي المجتمع يا أخي. لو أنا مديركم سنخليتكم تكنسون الشارع، أعوذ بالله، 4 أشهر انت فاتحين. فلذلك أجدد أسفي للمدرسين، أنا أحبكم زي كذا قلت كذا.